إلى الآن لا نهاية سعيدة في مسلسل تردي الكهرباء بالنجف. 18 ساعة من الانقطاع حصيلة اليوم الواحد بالمحافظة التي شكا أهلها من تجدد سوء هذه الخدمة التي رافقها ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما شكل عبئا إضافيا على مجمل حياتهم. الكهرباء بالنجف عندنا فاشلة الكهرباء. اليوم هذا النهار انطفت بالثنتين بالليل، لحد الساعة تقريبا بالعشرة الصبح ما كهرباء، خلف الله على المولدات. زين عنده مريض، عنده رجل تعبان، عنده مريض، شنو يعني؟ كهرباء ماكو. هاي شوف الحداحدة والمعامل وكل واقفة هسه بالعمل. هي العمل كله هسه حاليا على الكهرباء. عندنا محطات، عندنا تجهيز وكل شيء عندنا. هذا الشيء متقصد به شيء واضح، هم الدول الجوار قاعد تحاربك بهذا الشيء، والدول الجوار اكو صفقات سياسيه حزبيه بداخل العراق، هم قاعد يسوون هاي الصفقات بين الدول الجوار. عندنا النفط قاعد يحرق، قاعد يروح بالجو، ليش ما نستورده؟ هذا كله غاز هذا، ونسويه ونحوله لغاز، نولد به محطات الكهربائيه والغازيه وكل المحطات. ليش احنا نستورد من ايران وبقية الدول؟ ومع انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة لسبب او لاخر، لا خيار للنجفيين سوى اللجوء الى المولدات الاهلية التي تفرض اموالا ليست بالقليلة لقاء منحهم امبيرات محدودة من الطاقة وسط مناشدات متكررة بضرورة تنويع المصادر الدولية لاستيراد الوقود المشغل للمحطات الكهربائية. بالنجف كهرباء كلش تعبانة، ناس عندها مرضى، ناس تعبانة، يعني قطع 6 ساعات تجيك ساعتين باليوم، تأثير كلش هواي على أرزاق الناس الكهرباء، وخصوصا يعني احنا رحمتنا ترى المولدات الأهلية، وش يريد يلحق مثلا ابو المولد الاهليه شو يريد يلحق؟ ومع كل صيف لاهب في العراق تقدم وزاره الكهرباء الاعذار التي تتمركز على راسها خفض امداد الغاز الايراني وغيرها من الاسباب التي يقول عنها المواطنون بالمعروفه سلفا. ويتساءل العراقيون الى متى تظل اوضاع الكهرباء المترديه على حالها في بلادهم؟ فعند كل صيف تتجدد هذه المعاناة التي على ما يبدو أنها قد تستمر لمدة ليست بالقصيرة، على الرغم من صرف مئات المليارات على هذا القطاع لشتى الحكومات المتعاقبة التي فشلت في تطويره. من النجف محمد رزاق، التغيير.